السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام بكل خير. مشاهدينا الكرام، تميزت قطر بأنها تكون واحدة من أكثر الدول اللي تهتم بالعمل الخيري اهتمام كبير، ولأسباب كثيرة، بعضها يتعلق أكيد بطبيعة أهل قطر واللي يجدون أن العمل الخيري جزء من واجبهم اتجاه كل محتاج. اليوم مشاهدينا الكرام، تحول العمل الخيري إلى أنه يكون واحد من دعائم المجتمع وتماسكه وترابطه الأسري، وكلنا نتابع في كل عام ملف تقديم العديد من المساعدات للمحتاجين سواء داخل البلاد أو خارجها. ومن هذه الفئات اللي لابد طبعا التركيز عليها وعليها اهتمام كبير لدى المؤسسات الخيرية في الدولة، اللي هي فئة القارمين. اليوم نتساءل، هل كل مدين قارم؟ وهل كل مدين يستحق الزكاة؟ وكيف نقدر أن نوعي شبابنا بضرورة الدين بشكل عام؟ وأكيد نتساءل عن دور المؤسسات الخيرية في تعزيز الروابط الأسرية من خلال فك كربة القارمين. طبعا إن شاء الله هذا بيكون نقاشنا اليوم مع ضيوفنا، ونتعرف أكيد على تفاصيل العمل الخيري بشكل عام وخاصة في شهر رمضان المبارك. لكن قبل كل هذا نشوف معاكم هذا التقرير وراجعين لكم. اخوي الاجار صار له شهرين ما اندفع. الشيخ حبيت ابلغك ان عليك متاخرات لازم تدفعها. اخفاقات وعثرات في الحياه تجعل الشخص يقف حائرا عاجزا لديون تراكمت وابواب اقفلت. انه الغارم، في ذمته دين وجب عليه سداده، مصنف كاحد مصارف الزكاه الثمانيه حددها القران الكريم. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نتحدث عن الغارمين تحديداً، وهم الصنف السادس من مستحقي الزكاة. والغارمون نوعان: غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. فالغارم لنفسه هو الذي أصبح عليه دين بسبب حاجته لإنفاقه على أسرته، أو لأنه استدان دينا ولا يستطيع قضاءه، وهذا هو الذي يسمى غارم. مساعدة المضطرين والتفريج عن المكروبين أمور حث عليها ديننا الحنيف، مما يحفظ للأسر تماسكها وللمجتمع وحدته واستقراره. المبادرات هذه أعتقد أنها تكون يعني كأنها نهر حياة لهذه الأشخاص، بحيث أنها تعيدهم إلى الحياة مرة أخرى وتسديد ديونهم، و عمل بعض الشراكات الداخلية في الأسرة نفسها أنهم يسددون ديون هذه الأشخاص. أعتقد أنها تعيد الحياة للأسرة مرة ثانية، وترجع الأشخاص الغارمين إلى أهاليهم وإلى أسرهم. في أزمة مالية بالدرجة الأولى، ونحن بشكل عام أي أزمات مالية نواجهها كأشخاص عاديين تأثر على بشكل نفسي، ولكن فما بالك بالشخص على بسبب هذا الشيء يتم سجنه، فبالتالي هناك تراكمات نفسية على الغارم. ولكن يمكن أنا خلي أركز على نقطة مهمة ما بعد السجن. الإقبال على التبرع وصيانة قيمة هذا الركن في المجتمع شيمة من شيم أهل قطر، فنراهم سنداً لبعض كالبنيان. عندما نخرج هذه الزكاة يصبح هناك ترابط قوي في المجتمع، وأيضاً عندما تعيد غائب الأسرة إليها الذي غيب عنها بسبب الدين، تعيد لهم الفرحة والاستقرار النفسي والمجتمعي، وتقوى الروابط
في المجتمع ولا نجد فقيرا أو محتاجا، وكذلك لا يكون هناك غل وحقد من الفقير على الغني، ويكون بينهم ألفة ومحبة لأنه أعان أخاه بما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه وأنقذه من الغرم والمذلة والمهانة والحاجة، ولكل أجر عظيم في ذلك، وبذلك نقضي على الفقر والحاجة والعوز في مجتمعنا. وحدة الأمة وتكاتف جهود الخير سبب للم الشمل واستقرار الأسر في بعث السعادة والنفوس ورسم الفرحة على الوجوه. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأكيد معاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم الرمضاني اليومي القبقة، اللي يأتيكم يوميا في شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا الكرام، طبعا موضوع اليوم العمل الخيري، القارمين ملفات لابد التركيز عليها، لابد التعرف عليها أكثر، وإن شاء الله هذا اللي بيتم نقاش فيه من خلال تواجد اليوم ضيوفي في الاستوديو. ونبدأ طبعا بالترحيب بالسيد محمد علي القامدي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة في جمعية قطر الخيرية، ونرحب كذلك بالسيد حسين أمان العلي، مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية في الهلال الأحمر القطري، ونرحب كذلك بالسيد الأستاذ خالد أبو موزة التربوي والمستشار الأسري، وأيضا نرحب بالسيد سعد محمد الغانم الناشط في مجال العمل الخيري وكذلك التواصل الاجتماعي. طبعا نرحب فيكم ونبارك لكم بالشهر الفضيل، والله يتقبل منا ومنكم. في البداية نتكلم أكيد عن العمل الخيري وأهمية العمل الخيري خاصة في شهر رمضان المبارك، وملف دائما ما يتم طبعا الحديث عنه اللي هو ملف القارمين بين الحين والآخر. ولكن في البداية نتعرف على جهود طبعا المؤسسات بشكل عام، نبدأ طبعا مع الهلال الأحمر القطري، أبرز جهودكم في شهر رمضان المبارك والبرامج والفعاليات اللي تقيمونها سواء محليا أو كذلك دوليا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بك ونرحب ببرامجكم والقبقة، ونرحب بالأخوة الضيوف معنا في البرامج. الحقيقة احنا السنة نحينا منحة يعني مختلف، نعم، بسبب دراسة قمنا بها في قبل رمضان، قيمنا من خلالها الافطارات مثلا على سبيل المثال اللي حصلت السنة اللي فاتت. البرامج بدينا بالإفطار، فوجدنا أن كثير من الجمعيات والأهالي يهتمون بتفطير العمال، نعم، في حين أن عندنا هناك آلاف الأسر النازحة إلى قطر، وقطر والله الحمد منه هي كعبة المضيوم، فلك أن تتخيل يعني عدد الأسر من بعض الجاليات وصل إلى 40,000 أسرة. فوجدنا أن الأسر كأرامل وكأيتام، نعم، في تفطير الصائمين أولى، لأن هذه الفئة يعني قل من يهتم بها في رمضان، نعم، في قضية الإفطار وكذا. نجد الخيام ومشكورين جمعية قطر الخيرية والأهالي في تفطير العمال، فلله الحمد منا
يعني فطرنا قرابة 5000 أسرة ما شاء الله خلال الشهر. السنة اللي طافت كانت هناك 73,000 وجبة. فلما درسنا الوجبات الحقيقة الوجبة تنعمل بالليل. نعم. يعني المطاعم صعب إنه يوفر هذه الوجبات في النهار. فأيضاً فالوجبة تكون يعني مسخنة مش طازجة. نعم. كذلك الوجبة قد لا يعني تتفق مع ثقافة الأسرة اللي راحت لها الوجبة. فقررنا أنها تكون كوبونات كلها صرفنا السنة. ممتاز. كوبونات لكل الأسر. الأسر يعني الفرحة كانت على الأرامل والأيتام حقيقة كانت يعني غير طبيعية. اللهم لك. لأنهم يقتنون اللي يبقونه ويطبخون الشيء اللي توافق معهم ويجي في وقت يعني وقت الإفطار يكون ساخن ويكون طازج وطيب. الله يكتب أجركم إن شاء الله طبعا في هذا الشهر الفضيل. أبو الوليد طبعا أبرز جهود جمعية قطر الخيرية في شهر رمضان المبارك سواء محليا أو خارجيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل طاعتنا وطاعتكم في هذا الشهر الكريم وأن يجعلنا من اعتقائهم من النار، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يعود هذه الأيام علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة واليمن، وأن تكون أيضا وضع الأمة أفضل من الوضع الحالي اللي تعيش أزمات في كثير من مناطق العالم. طبعا قطر الخيرية كونها منظمة دولية لها جهود داخل قطر ولها جهود خارج دولة قطر. طبعا أكيد أن ما نقدمه في قطر هو مختلف متنوع، سواء كان البرامج المختلفة للجاليات. ممتاز. واليوم أنا كنت في أحد البرامج في النادي العربي، أيضا مشكورين على دعمهم واستضافتهم للجالية الهندية وإقامة برامج، وهذه البرامج هي هدفها تثقيف نشر الثقافة، وكان أيضا من ضمن البرنامج حضور من غير المسلمين، وأيضا كان في ضيف أيضا من غير المسلمين من الخارج، وهذه من الأشياء اللي إحنا نحب أن نبين ثقافة الصوم وتطوع وفيه الزهد والصبر والإيثار. وكذلك أيضا في مجموعة من الأنشطة المختلفة، يمكن السنة عندنا برنامج مع تلفزيون قطر سفارة الخير، واللي كان هو ترسيخ مفهوم ثقافة العمل الخيري وكيف أن ممكن الشباب القطري يروح ويخوض هذه التجربة. نعم. ويعيش ويقدم ويساعد الناس بمختلف، وأيضا في المقابل أهل قطر يتعرفون على هذه الدولة وعلى ثقافتها وعلى العلاقة التاريخية اللي موجودة بين هذه الدول. فدائما العمل الخيري لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات، إنما هو يعزز قيم التواصل الاجتماعي، قيم المحبة، قيم الأخاء. وطبعا ما في شك إن يمكن أكثر قضية إحنا الآن نركز عليها كلنا اللي هي فلسطين وغزة. نعم. إحنا مستمرين الحمد لله في تقديم المساعدات. ممتاز. في غزة وإيصالها بطرق مختلفة، وإفطار الناس وتقديم الوجبات لهم بشكل مستمر. طبعا هي أقل ما يمكن تقديمه وفي الحد الأدنى بحسب العوامل والظروف المتاحة، ولكن هذا يعني جهد المقل وجهد اللي نستطيع عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن في هذه الأيام وهذه الساعات المباركة أن يزيل هذه الغمة وهذه المحنة. اللهم آمين يا رب العالمين، والله يكتب أجركم إن شاء الله سواء في جمعية قطر الخيرية أو الهلال الأحمر القطري. طبعا شيخ خالد، اليوم عنوان حلقتنا العمل الخيري، لكن كيف يكون يعني العمل الخيري خلنا نقول يزيد من الترابط الأسري، يزيد من القيم في الأسرة نفسها، خلنا نقول إذا وجد داخل كل أسرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يوجد أقوى من العمل الخيري في الترابط الاجتماعي حقيقة. لذلك حتى أنت تريد أن تربي ابنك على قضية العطاء وعلى قضية البذل على قضية التواضع على قضية التواصل، خلى يدش في الجانب العمل الخيري. نعم. وأنا كنت أتذكر لما كنا نطلع في رحلات مع جمعية قطر الخيرية، كان بعض العوائل وبعض الشباب وبعض الناس كانوا يعني يحرص على جلب عياله الصغار وياه في البرنامج هذا. نعم. زين، وكنا نذهب الى المخيمات الموجوده في الجنوب التركي او في مخيم الزعتري في الاردن. زين، فكانوا فعلا ناس حريصين على جلب اولادهم ودخول هؤلاء الأولاد في العمل الخيري بالبذل والعطاء، الدخول إلى. أنت لما تدخل عيالك إلى المخيمات، زين، هم هني إحنا عندنا وايد من الآباء والأمهات يتشكون، يقولون عيالنا
ما عندهم حسن تصرف في المال. نعم. ترى أكثر ما يؤدب عيالنا في حسن التصرف في المال دخله في العمل إيش الخيري، لما يشوف الفقير اللي قاعد في خيمة، اللي يأكل وجبة واحدة في اليوم، اللي الآن بعض أهل غزة يفطرون ويسحرون على الحشائش، على الماء بعضهم، يعني حتى اللي محصل شوية حشيش أو محصل بعض النباتات البرية. نعم. هذا يعني محظوظ، لكن يفطر على الماء ويتسحر على الماء، شيء غير طبيعي. فيعني هي فرصة جميلة لكل أب وأم حقيقة، دائما خاصة في مثلا فترات الإجازات وما إلى ذلك، أن يوجه عياله للهلال الأحمر القطري، لقطر الخيرية، للجمعيات الأخرى، وهم عندهم قسم المتطوعين وموجود، وزاهم الله خير أنهم إيش يشاركون هؤلاء الأولاد. حقيقة من أجمل وأفضل الأعمال الخيرية. أنا أتذكر مرة رحت جمعية مدرسة جوعان الابتدائية. نعم. طلبونا، كانت أتذكر عيد الخيرية، كانوا يسوون برامج مشتركة مع المدارس لعمل مشاريع، كان يبون يبنون مسجد قيمته 130,000. يعني أنا حتى خفت، قلت 130,000 وايد على طلبة الابتدائية. فقالوا لي تعال يا شيخ خالد تكلم في فضل بناء المساجد وكذا. فرحت على طابور الصباح زين وتكلمت وكذا، وهذا عقب ما خلصت ولا قاموا اليهال يحطون، اللي يحط ريال واللي يحط نص ريال واللي يحط خمس ريالات. واحد منهم طالب من أبوه قال له عطني 500، حط 500. بعدين طلعت عقب 13 يوم أتذكر اتصلت فيني المشرفة. نعم. قالت لي شيخ خالد أبشرك سدينا المبلغ. ما شاء الله. أنت لا تستهين ترى بالأولاد. أكيد. والعيال، أنت لما تعطيهم الفرصة أنهم يساهمون. نعم. والله سوف تجد العجب العجاب في عيالنا. هذه طبعا أهمية أكيد العمل الخيري، خلنا نقول لابد أنه يكون ويتواجد دائما، وخلنا نقول دائما يكون ممارس في الأسر، خاصة مع الأطفال. صحيح. لخلق جيل جديد يهتم بالعمل الخيري، وخلنا نقول يعتمد عليه خاصة بعد ما يخوض هذه التجارب. طبعا سيد سعد، ممكن خلال التعريف ذكرت ناشط في المجال الإنساني وكذلك التواصل الاجتماعي، ليش؟ لأن ما شاء الله أنت من أوائل الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تبنوا قضية القارمين أو المحتاجين محليا، قمت تنشر روابط تبرع، ومستمر إلى يومنا هذا، الله يكتب أجرك إن شاء الله. ولكن اليوم نتكلم عن أهمية وجود مثل هذه الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي وربطها بالمجتمع كذلك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية يعني العمل الخيري بشكل عام، يعني الله سبحانه وتعالى يعني في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالله سبحانه وتعالى جمع بين الصلاة وبين العمل الخيري، ولذلك يعني الناس ولله الحمد عندهم يعني عندهم شغف وحب لمساعدة الناس بشكل عام، فما بالك لما تنشر الحالات الإنسانية اللي بالفعل هي محتاجة، وإن هي في أمس الحاجة إلى العون والمساعدة. نعم. فلما تنشر لها على طول تجد الناس يعني اللي يدفع اللي يقدر عليه، واللي على الأقل ينشر لعل من هناك من يقدر يساهم ولو بالقليل، هذا أكثر وذاك أكثر حتى. صحيح. تتدد هذه الحالات. ممتاز، يعني هذه خطوة صراحة تشكر عليها، لأن اللي بعدك يعني أتوا الكثير في نشر هذه الروابط، الله يكتب أجركم إن شاء الله. يعني مشاهدين الكرام، صحيح أن نتكلم عن جهود المؤسسات طبعا في المبادرات، في طبعا سواء إفطار الصائم، سواء البرامج أو حتى المشاريع في جمعية قطر الخيرية، في الهلال الأحمر القطري، ولكن يبقى هناك ملف مهم، ملف محلي لابد التركيز عليه، لابد الحديث عنه أكثر، اللي هو ملف القارمين. أبو الوليد، اليوم نتكلم عن القارمين، هل كل صاحب دين هو قارم؟
ولا هناك شروط معينة، هناك لجنة معينة تتابع موضوع الغارمين، وكيف يتم إنشاء لهم روابط تبرع، ولا يكون تعاون مع الهلال الأحمر، مع الدولة بشكل عام؟ يعني بشكل عام من هو القارم؟ طبعا في بداية البرنامج الشيخ عايش تكلم على نعم صحيح الوصف الشرعي للغارم، ولكن طبعا أكيد أن الإنسان يرى نفسه صاحب الدين متى ما تعثر في سداد دينه، يرى نفسه أنه غارم. ولكن حقيقة بالنسبة لنا في قطر الخيرية حتى نستطيع أن نعتبر هذا الشخص غارم ويدخل عندنا من ضمن الحالات اللي نحاول نبحث ويتم إقرار مساعدة لها من خلال اللجنة المتخصصة بنظر في المساعدات، نعم، هناك شروط يجب مراعاتها. أولا أن يكون صدر عليه أحكام نافذة، أحكام قضائية نافذة، وبالتالي الشخص اللي يصدر عليه حكم هذه الخطوة الأولى، ثم بعد ذلك أن ليس لديه مال أو القدرة على سداد هذه الأحكام، نعم، وبالتالي يتم التحقق أنها أحكام نافذة، ويتم التحقق أيضا أنه غير قادر على سداد هذا الدين ومعدوم ماليا. والأمر الثالث أن يكون في أمر مباح، لأن في ناس تصدر عليهم أحكام في أشياء قد تكون مخلة بالآداب العامة أو قضايا أخرى، نعم، فهذه أيضا ما نستبعدها، ما تدخل ضمن الحالات اللي احنا ننظر فيها. وبعد ذلك ينظر في حجم الدين، يعني يجيك شخصين غارمين اثنين، واحد عنده مثلا مليون ريال، واحد عنده 40 مليون، لا أنا أقدم صاحب المليون لأن هذا عندي قدرة على أني أساعده وأفتح له رابط وأبدأ أقدم له مساعدات، ومن ثم يتم بحث الحالة. طبعا أيضا الشخص اللي يعني يكاد أن يفقد عمله ويدخل السجن هذا له أولوية عندنا، نعم، لأن إذا فقد عمله ودخل السجن تعقدت باقي أموره، يعني اجتماعية وأسرية وغيرها من الأمور، ويمكن تصل إلى مرحلة الطلاق، وتتعقد حتى أموره، يمكن في أحكام ثانية تجي له إضافة للحكم الحالي اللي موجود عندنا، نعم. في مسألة أيضا مهمة، النساء، وهذه الحقيقة أنا أتكلم على الآن 30% من الحالات اللي احنا نقدم لهم مساعدات هم من الشباب، وفئة 30% من الشباب وجزء معتبر منهم من النساء، نساء. وبالتالي اليوم الرغبة في المغامرة أو فتح استثمار أو عمل نشاط تجاري جلب على كثير من الناس من أفراد المجتمع اليوم هذه المسألة المعقدة اللي هي أن أصبح غير قادر على الدفع، غير قادر على السداد، وبالتالي يبحث عن مخرج، ما يستطيع، إذا الزوج يخلي الزوجة تستدين يصير الزوج غارم والزوجة غارمة، ثم الزوجين يصدر عليهم أحكام، ثم لا قدر الله الزوجين ينسجنون. فالمسألة يعني لها تعقيدات. نعم، صراحة ودنا بعد ندخل في التفاصيل أكثر، خاصة لأنها جهود صراحة يقومون فيها الإخوان في المؤسسات الخيرية طبعا الوصول للغارمين وفك كربتهم. طبعا سيد حسين، اليوم جمعية الهلال الأحمر القطري والغارمين، هل هناك جهود كذلك من قبل الهلال الأحمر القطري بخصوص هذا الملف؟ نعم صحيح، بس أنا قبل لا أدخل في الغارمين أحب أكد على، نعم، كلام أخوي الشيخ خالد. إحنا عندنا في الهلال الأحمر المنصة فيها قرابة 29,000 وحوالي 200 إلى 300 متطوع، هذول كلهم من قطر، ما شاء الله، من قطريين ومقيمين موجودين داخل قطر. قانون الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر السابق كان العمر المتطوع 18 سنة، نعم، الآن القانون الجديد من 5 سنوات. ممتاز. أي. ممتاز. فإحنا عندنا الحقيقة الهلال المدرسي في العام الماضي دربنا قرابة 11,000 طالب وطالبة. السنة مع التدريب راح يكون التطوع. ممتاز. فعندنا نموذج راح ننشره بإذن الله تعالى. بإذن الله. بين الطلاب لكي يتطوعون. من 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 الروضة أعتقد، يعني كي جي وان 5 سنوات. تقول لنا واحدة من الأخوات في الإمارات، تقول لما بدأنا مع الأطفال إحنا يعني كنا في البداية نقول يعني طفل، لكن كانت المفاجأة إن الأفكار اللي طلعت من الأطفال كانت غير طبيعية، لأن خياله واسع. صحيح. فأبدعوا الأطفال. الله ينفع بهم. أبدعوا. الله ينفع بهم. فبإذن الله تعالى هذه الأمر مثل ما قال أخوي الشيخ خالد مهم جدا جدا جدا، مش فقط في تعزيز الترابط. صحيح. بل في تعزيز راحة البال. صحيح. الله يجزاكم خير. والنفسية.
فكل ما تطوع الإنسان في العمل الخيري كل ما ازداد طمأنينة وازداد راحة وسعادة داخلية. وهذه يعني هذه جهود صراحة تشكرون عليها وجهود واضحة ممكن احنا نشوفها وان شاء الله باذن الله نشوفها في المستقبل مثل ما ذكرت بعد ما يتم الإعلان عنها باذن الله. والله يقويك باذن الله تعالى قريب راح. ما بالنسبة للغارمين؟ بالنسبة للغارمين بالنسبة للغارمين الحقيقة احنا اولا كان يعني الله شرفني اني كنت انا في سنة 2024 سنة كنت أول مسؤول عن لجنة الغارمين كنا في عيد الخيرية ما شاء الله. فالآن 24 سنة طبعا بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية تعتبر علم في هذا المجال وأخواننا كانوا في عيد وكذلك الهلال الأحمر الجمعيات هذه كلها متعاونة الحقيقة وتم إخراج وإعفاء من أحكام مئات بالآلاف من المواطنين والمقيمين لأن الإسلام لم يفرق بين المواطن والمقيم وكذلك حتى الإسلام لم يفرق في الجانب الإنساني. الله سبحانه وتعالى قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فإحنا في بخصوص الغارمين الحقيقة السنة اللي طافت كنا راصدين 5 ملايين وطبعا الغارمين مساعدتهم إخراجهم يتبع عن طريق المجتمع تفاعل المجتمع مع هذه الفئة بالذات يعني أنا أسميها الفئة المظلومة لأن كثير من الناس ينظر إلى الغارم على أنه هو السبب في قرمة. الله سبحانه وتعالى لما جعل الغارم من الأصناف الثمانية في الزكاة هو أعلم سبحانه وتعالى بحال العباد ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن خلال دراساتنا خلال 24 سنة هناك حقيقة كثير من الغارمين يكون الغرم قصبا عنه. أصلا من يحب أن يكون غارم هم بالليل ومذلة بالنهار. لكن مثل ما تفضل أخوي بالوليد أحيانا الإنسان يدخل في التجارة أحيانا كثير من الحالات اللي مرت علي أنا شخصيا يكون دين لعلاج مرض عضال أمه مثلا ولا بنته ولا ولده الدولة ما تقصر لكن أحيانا بعض الإجراءات قد تطول وكذا فهو يضطر أنه يقترض لكي يعالج سابق الوقت فإحنا في السنة اللي طافت الحقيقة رصدنا 5 ملايين وتم إخراج عشرات الحالات وإعفائهم من الأحكام بفضل الله عز وجل. السنة إحنا حاطين سقف 20 مليون للغارمين وبإذن الله تعالى راح نصل له لأن بشارات تعاون المجتمع معانا الحقيقة في أول يعني شهرين من هذه السنة كانت جدا رائعة يعني المبالغ والإقبال على الغارمين بالذات جدا رائع وممتاز. وأما أن هناك 10% أو 20% مثل ما تفضل أخوي بالوليد قضية أن الإنسان يعني عنده قضية مخلة بالأدب أو كذا حتى في بعض الحالات يعني تكون هو قضيته مثلا مرتكب أي كبيرة من الكبائر وعوقب عليها وبسبب هذه الكبيرة صار عليه غرم لأنه سجن ويتفنش من عمله فصار عليه لين يطلع ولين يأخذ حسن سيرة وسلوك أخرى ويجد له عمل. في هذه الفترة صار غارم وأسرته الآن تعاني الدولة ما تقصر لكن تظل الزكاة والوقف والصدقات هي أحد الروافد الرئيسية في أي دولة في العصور الإسلامية كلها. لذلك إحنا نقول له نرقبه في التوبة من خلال الوعظ وكذا ومن خلال التواصل مع السجن المركزي وبعض المراكز الأمنية لكن ما نمنع أن إحنا نساعد أسرته. ممتاز يعني طبعا في الأخير هي أسرة كاملة ممكن الغارم يصعب عليه
خلنا نقول سدينا بالعامي وكذلك تنهار الأسرة وينهار البيت. طبعا مشاهدين الكرام بنرجع طبعا نتناقش أكثر بخصوص هذا الموضوع وأكيد جهود الأخوان في هذا الأمر وطبعا بالعمل الخيري بشكل عام، ولكن ننتقل معاكم إلى فاصل ورجع لكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ونعود معاكم إلى موضوع هذه الحلقة، طبعا العمل الخيري وخصوصا القارمين في دولة قطر. طبعا شيخ خالد، ممكن قبل الفاصل تكلمنا أكيد عن جهود الأخوان في المؤسسات، ولكن يبقى السؤال ممكن ايش اللي يدفع القارم بانه فعلا يكون قارم، خاصه ان نشوف نسب كبيره اليوم من الشباب من يعني خلينا نقول اللي ما عليهم التزامات فعلا بانه يتدين او انه يتجه الى طبعا دين صغير، ولكن خلينا نقول كماليات اكثر. اليوم هذه الاسباب، هل هناك أسباب معينة؟ ضعف فازع ديني، ضعف توعية في المجتمع، هناك تقصير من المؤسسات، هناك تقصير في المدارس، وين المشكلة بالضبط؟ زين، احنا عندنا إشكالية. الغارم عندما يقع في الغرم ويأتي إلى الجمعيات، نحن نقوم بعملية يسموها علاج. نعم. الأصل في مسائل الدين هي قضية الوقاية. يعني أنا لازم أعمل دور الوقاية علشان أقلل من عدد الغارمين أو عدد المحتاجين. كثير من الغارمين، نحن في مجال التنمية البشرية عندنا برامج مثلا وظيفة المال في الإسلام، نعم. عندنا الصناديق الأربعة كلها في قضية الثقافة المالية. إحنا عندنا للأسف الشديد الثقافة الاستهلاكية هي الغالبة على شبابنا وشاباتنا. لما شاب يطالع لي ساعة 150,000 ريال، زين، وهو راتبه 30,000 ريال، زين، ويبي سيارة قيمتها 600,000 ريال، ويبي يسافر يروح على الدرجة الأولى، ويبي يسكن في أغلى الفنادق، يبي يشتري أغلى الماركات، وهو غير محتاج. هذه ثقافة استهلاكية قاتلة. كثير من الشباب يقدم على مشاريع. الإحصائيات الرسمية عندنا في الخليج 80% من شبابنا وشاباتنا في المشاريع الناشئة تفشل. نعم صح. زين، والسبب في ذلك عدم الاستعداد. في هناك ثقافة في قوانين للمال. زين، أنت تريد أن تنجح في مشروع، يجب هناك في خطوات 1 2 3. أنت ما تعطي السويتش حق ولدك اللي ما يعرف يسوق إلا عقب ما تدخل مدرسة السياقة ويتعلم السواقة، بعدين تقول له هاك، ويأخذ ليسة من الدولة تقول له هاك تفضل. ليش؟ لأنه بيسوق بطريقة آمنة. كذلك قضية المشاريع التجارية وما إلى ذلك. زين، وايد من شبابنا يدخلون في مشاريع دون ثقافة، دون دراية، دون علم،
ويظن انه راح ينجح هذا مع الهبه الشيخ تكون له كوفيهات ومحلات سبحان الله من كم يوم كنا مسلم عن هذا الموضوع مكرره اي هذه الثقافه. لو في نقطه مهمه بعد على كلام الشيخ خالد اللي هي هو الان تعثر المشكله انه يعالج التعثر بتعثر اخر صحيح هذه انا يعني مرت علي حالات كثيره من الغارمين فاحنا نقول له مثل ما تفضل الشيخ خالد يا اخي الجا لنا الجا حق قطر الخيريه الجا حق وزاره الاقتصاد ارجع للمحامي من البدايه علاج المشكله في البدايه اذا تعثر اذا صارت كبيره يتجه له اذا صارت كبيره يورط احيانا زوجته صحيح ترى يدخل زوجته في الموضوع يورط ابوه يدخل عيال انا جاتني حالات العيال كلهم مديونين والسبب في ذلك تعثر الاب او الاب نعم بمبالغ هائله والله احنا شفنا العيال الان يوهقون الاباء احنا سوينا دراسه بالمناسبه عن الوعي المالي تو دراسه جديده ل 1200 شخص من الاشخاص اللي تقدم لهم مساعدات وجدنا ان الوعي المالي عند فئه اللي هم اقل من التعليم الجامعي يصل الى شيء و 40% يعني انت تتكلم على وعي مالي جدا منخفض فبالتالي اذا غاب الوعي المالي امكانيه وقوع الشخص في غرم او فشل تجارته نسبة عالية جدا المشكلة هاي الثقافة الناس تراها أن هذه رفه ولا خلاص أنا عندي فكرة وبدخل في مغامرة وخلاص بعدين أعقدها وأتوكل والله بيفرجها هذا ممكن اللي نتكلم عنه يعني هي ثقافة موجودة للأسف في المجتمع اليوم أكيد نطالب طبعا بدور المؤسسات الوزارات مثل ما طلبنا من كم من يوم طبعا مع الأخوان في حلقة المشاريع التجارية بأن تكون فعلا هناك حاضنات لطبعا الشباب لأصحاب المشاريع سواء الصغيرة أو المتوسطة ولكن في بخصوص هذا الموضوع وبخصوص طبعا التركيز محليا كذلك في نفس الوقت نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي دائما ما يتم ترديد المؤسسات الخيرية الجمعيات الخيرية وينهم ليش ما يركزون داخليا ليش كل مشاريعهم برا قطر وينهم عن دولة قطر هم مؤسسات قطرية هم جمعيات قطرية أبو الوليد يعني ردا على هذا الكلام هل نقول وينكم ولا أنتم متواجدين هو حقيقة لازم نعرف أن المؤسسات الخيرية الجمعيات هي قائمة على عملية التبرع والتبرع من يتبرع أبناء المجتمع نعم. وبالتالي المتبرع هو يحدد مسار المال الجمعية تعرض عليه مثلا قطر خيرية تعرض عليه مشاريع في الداخل ومشاريع في الخارج تعرض عليه روابط غارمين وتعرض عليه أيضا أزمات فتكون وكوارب. مشروطة يعني وبالتالي المتبرع لما يتبرع أنا ملزم بشرطه إذا هو نعم. تبرع للخارج أنا ملزم شرعا بأني أودي أمواله في الخارج وإذا تبرع في الداخل أنا ملزم إني أنا ودي تبرع في الداخل، لكن خلينا نعطيك بعض اللي إحنا سويناه. بس مقطع كلامك له بالخير، إذا كانت غير مشروطة. إيه وهذا اللي إحنا سويناه. نعم. وبالتالي إحنا حاولنا إن الأموال اللي نسميها غير مقيدة أو غير مشروطة وجهناها للداخل. ممتاز. كل ما يتعلق بالزكاة وجهناها في الداخل من غير المشروط. كل التبرعات الصناديق اللي تشوفونها في المجمعات والمولات وجهناها للداخل. خلينا نعطيك رقم مثلاً، في سنة 23 نعم. ما صرف من قطر الخيرية في الداخل. للمساعدات أنا ما أتكلم عن برامج ومبادرات هذه استبعدها مساعدات قدمت للأفراد أكثر من 300 مليون منها 135 مليون موجهة للغارمين طبعا الغارم ممكن استفاد من 135 ومن 300 لأن أسرته ومساعدته براتب شهري أو أمور معيشة ترى إحنا أيضا ندفع له لكن 135 مليون استفاد منها 460 غارم في سنة 23 ايضا ما ننسى ان ايضا في تبرع كريم من سمو الامير سنويا 200 مليون نعم. فلو تكلمنا عن اخر 3 سنوات ما صرف للغارمين يتجاوز المليار ريال استفاد منه قرابه اكثر من 1892 او 96 حاله فبالتالي اليوم هناك ضخ كبير حجم كبير من الاموال في الداخل
ولكن لما تجي تقول اليوم فيما يواجه العالم من أزمات أيضا هناك احتياج ضخم، غزة، سودان، اليمن، صحيح. الصومال وغيره، وهذا الأخواننا وحيبقون أيضا أن المجتمع القطري بطبيعته ينظر لإخوانه اللي في الخارج. أنت استعجب، بعض الغارمين أيضا يتبرع إذا عنده مبلغ بسيط، نعم. ما يسد غرمة ترى يتبرع، وكثير لاحظنا أن كثير من الغارمين أصلا اللي جاونا بحثنا حالاتهم هم متبرعين لقطر الخيرية، بالتالي نزعة الخير وحب الخير موجودة عند الناس حتى وإن كان متورط. ولكن اليوم نحن في سنة واحدة يصرف بخلاف التبرع الكريم 200 مليون 300 مليون، يعني إجمالي صرف 23 قرابة 500 مليون، هذا رقم كبير جدا، نعم صحيح. واستفاد منه شريحة، وكلهم نتكلم عن غارمين قطريين، أنا ما أتكلم عن المساعدات الأخرى اللي قدمت لفئات المجتمع، نعم. هذا أنت تتكلم فقط عن القطريين تقريبا في 23 يصل 23 فوق ال 500 مليون. وطبعا في تعاون كبير مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد الثاني للرعاية الاجتماعية، هناك تعاون كبير بيننا وبينهم في تبادل الملفات، تبادل المعلومات، إخراج المساجين، وبالتالي احنا قاعدين نتكامل في ما بيننا فيما يتعلق بالمساعدات. ايضا في تكامل ايضا مع الهلال الأحمر من خلال والمؤسسات القطرية من خلال منصة انشأتها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اسمها سندي، خاصة بتبادل المعلومات والبيانات خاصة بالناس اللي قدم لهم مساعدة حتى نعرف أن هذا الشخص أخذ ما تتكرر المساعدة اللي أخذها. ولكن اليوم ظاهرة الغارمين أنا أعتقد هي أكبر من موضوع اللي ذكره الشيخ خالد، أن هي فقط تقديم مساعدات وحل إشكاليات. فخلنا أقول بمعنى آخر، أنا ما بيخون التعبير، ولكن هل هناك فئة تعودت على أنها تكون يعني من الغارمين؟ هو شوف القضية التعود هذه فئة بسيطة جدا، نعم. يعني من خلال ال 24 سنة اللي اشتغلنا فيها مع الغارمين في هناك سفهاء بلا شك، والله سبحانه وتعالى بين في كتابه العظيم عن قضية السفيه، لكن هؤلاء قلة، لكن هذا اللي نبي نوضحه احنا، اي نعم، هؤلاء قلة حقيقة يعني، لكن مثل ما بين احيانا ترى سوء تدبير، صحيح. يعني الشخص عنده سوء تدبير في تدبير المال، صحيح. عنده سوء تدبير في علاج المشكلة، يعني احنا عندنا في المنصة من كل التخصصات متطوعين موجودين، فنقول حق الشخص إذا تعثرت صارت لك مشكلة ترى عندنا اقتصاديين، عندنا محاميين، ممتاز، صحيح. عندنا 56 طبيب نفسي، ترى من المصلحة في بعض الغارمين عندنا ان احنا ما نفكه من غرمة، نخفف عليه المبلغ ونخليه يستمر، لأن لو شليت عليه الغرم راح أخذ دين جديد، فبالتالي أنا ما سدد الغرم كامل. مع وجود أسمائهم في طبعا خلنا نقول الكشف اللي بيتم المساعدة فيه، هل هناك برنامج معين ممكن أن يدخل فيه الغارم، خلنا نقول يتعلم منه، يتثقف منه، شيء وطني، ولا تكلم مبادرة بشكل عام، مبادرة خاصة؟ احنا محتاجين أكثر بشكل عام، احنا اليوم نتكلم طبعا يا أخوان عن هذه المشكلة، كذلك نبي نتكلم عن الحلول العلاج اليوم، نعم. اليوم بكرة أو بكرة نبي يكون في علاج، يكون في حل، هل لابد أنه يكون شيء وطني رسمي من الدولة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات، ولا تكون مبادرة من الجمعية؟ كذلك صراحة أنتم تشكرون على هذه المبادرات وتشكرون على هذه البرامج اللي تقدمونها داخليا، ولكن لابد من وجود حل وبرنامج فعلا يكون فعال. يعني انا كنت اتمنى فعلا، اتمنى الموظفين الجدد، احنا ترى وايد من المشاكل تحدث لفئه الشباب، صح. اللي توه مستلم راتبه وطاير يبي يسوي مشروع، وطاير البنك يغريه، ايه وتعال البنك بطقه زر، ايه الله يسلمك، الان ياخذ مليون، بطقه زر خذ مليون ريال، شيء مخيف ترى العملية، صحيح. أنا أتمنى فعلا الموظف اللي توه مقبل على العمل في دورات لتهيئته، الدورات في كتابة تقارير، دورات مش عارف إيش، أنا أتمنى تكون في دورة في الوعي المالي، للوعي المالي فعلا، يعني إحنا صراحة يعني مثل هذه الدورات لابد أنها تكون موجودة، وكذلك ممكن كنا نتناقش طبعا من كم يوم بعد هناك دورات بيتم طبعا الإعلان عنها، وإلزام طبعا على سبيل المثال
اللي بيتزوج. ظاهرة جديدة إيه هذه الحين. اللي بيتزوج الحين خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق إيه والمشاكل. إن شاء الله يعني في طور الدراسة مثل ما ذكروا ضيوفنا أن بتكون هناك دورات إلزامية على أساس يأخذ ورقة الزواج، وهذا شيء ممتاز ونتمنى كذلك في هذا الجانب وهذا الموضوع يكون كذلك في دورات لطبعا القارمين. وإحنا ما نتكلم أكيد مشاهدين عن كل القارمين ولا بعد دراسة الحالات. طبعا سيد سعد، من خلال نشر الروابط، من خلال تفاعلك مع المجتمع ومع مع القارم اليوم، كيف هو التفاعل خلنا نقول المتبرع، خاصة أن هناك إشكالية، ونتكلم يعني بوضوح وبشفافية، يتم طلب مثلا روابط قارمين، ليش ما تركزون؟ وبعد ما يتم التركيز نشوف نفسه الرابط بالأسابيع ما يتحرك إلا بالألف ألفين ريال. طبعا هي توافيق سبحان الله. نعم. يعني هناك روابط تاخذ مع انها بعضها يعني والله مبالغ كبيره. يعني اتذكر انا اول ما بديت في سنه 2018 كان عندي حالتين وكل واحد منهم عليه 4 مليون. نعم. يعني العدد 8 مليون خلال اسبوعين، الحالتين كلها تسددت الحمد لله. فمنها شفت ان المجتمع يعني ما شاء الله تبارك الله يتفاعل معه مع 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 الحالات. غير هذا ان انا قاعد، احنا قاعدين نضرب عصافير بحجر، احنا مو بس قاعدين ننشر روابط، احنا قاعدين نعرف المجتمع بعد بالتطبيقات، لان التطبيقات لما يدخل المتبرع للتطبيق يشوف المشاريع الخيريه الموجوده. نعم. بشكل عام يعني على كافه المستويات سواء الداخل ولا الخارج، وبالتالي يكون عنده مساحه كبيره واسعه بالنسبه للتبرع. غير ذلك اصلا بعد هناك من 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 يسأل عن القطري، هل هذا قطري؟ يسألني يقول هذا قطري، أقول له إيه نعم، أقول له تبي قطري؟ يقول له أبشر، جيب لك بدل واحد ممتاز 10. وكثير بعد يعني من الأخوات الله يجزاهم خير، أتذكر واحدة العام كان زكاتها ما شاء الله 25 مليون وسددت كثير من الحالات إذا تذكر يا أبو الوليد. صحيح. فالحمد لله يعني النشر هذا ولله الحمد يعني طلعنا بفائدة منه كبيرة جدا ولله الحمد. خير موجود. صحيح. الخير موجود وأهل الخير موجودين والله يجزاهم خير يا رب العالمين. ممكن مشاهدينا الكرام، احنا بشكل عام تكلمنا أكيد عن هذه القضية المهمة جدا، ونتمنى طبعا الوصول لحلول فعلا أن تكون فعالة، ويتم أكيد التقليل من الأعداد اللي موجودة سواء في جمعية قطر خيرية أو كذلك في الهلال الأحمر القطري. اليوم مثل هذه البرامج أو هذه المبادرات اللي تقومون فيها طبعا في المراكز، كذلك في خلنا نقول مساعدة للأسر إذا ما خاب ظني بالولد. صحيح. فهذه المساعدات اللي تكون للأسر طبعا هل تكون، ومستوى الخصوصية مهم خاصة عندنا في المجتمع القطري، اليوم تتعاملون مع هذه الحالات كيف، وكيف الطريقة للوصول إلى الأسر خلنا نقول القطرية اللي محتاجة هذه المساعدة؟ طبعا احنا ما في شك ان عندنا التماسك الأسري والمحافظة على الأسرة وتلبية احتياجها هي جزء من ما نقدمه للغارم. نعم. الغارم إذا ما قدرنا عجزنا عن أن احنا نسدد الدين عليه، ودينه كبير ودينه معقد ومركب، فإحنا نروح نبحث عن أسرته ونسأله إذا كان أنت محتاج مبلغ، محتاج احتياجات، بعضهم نصين بيوتهم، بعضهم نقدم لهم مساعدة شهرية، بعضهم نوفر لهم احتياجات، بعضهم إذا كان يحتاج بعض الأمور الاحتياجات المنزلية الأساسية نوفرها له. وبالتالي اليوم هذه الأسرة احنا نحاول نحافظ ونبذل جهد في المحافظة عليها. اليوم لما نتكلم على 165 مليون راحت من غير الغارمين، فهي مساعدات كلها قدمت للمجتمع بمختلف شرائحه. فاليوم عملية التكامل بين ما يقدم للغارم وما يقدم لأسرته شيء مهم. حتى أسرة السجين، سجين موجود وما يستطيع أن السجين في السجن وما يمكن إخراجه، اليوم أسرته خارج السجن، لا بد أن نحافظ عليها ونقدم لها الدعم. ولكن اليوم أنا أيضا أؤكد على شغلة يعني بشكل مهم، أن موضوع البرامج المجتمعية اللي تهدف إلى الوعي العام، اليوم شبابنا
سواء كانوا اللي يحصلون على ترشيحات في السلك العسكري او نعم. ايضا اللي يحصلون على وظائف جديده خاصه اللي لحد الان ما ليش انا قلت اللي هم الثانويه دون الجامعي لان الجامعي نعتقد انه وصل الى نضج معين نعم. يستطيع ان يقدر الامور. اليوم احنا نتكلم على الشباب الثانويه، اليوم في فرص ابتعاث كبيره للشباب الثانويه. صحيح. هذول يحتاجون الى برنامج متخصص في الوعي المالي. صحيح. لان مسكين يعني هو ترى توه خالص من الثانويه وعنده راتب وبطبيعه الحال هو قاعد يدير اموره، يجي له شخص يعرض عليه مشروع، هذا المشروع عبارة عن استثمار في شغلة معينة. بس اليوم ذكرتوا طبعا من خلال حديثكم يعني كلكم لابد من الوعي المالي. صحيح. هذا شيء ضروري لهذه الفئة تحديدا أكثر من غيرها. هل كان هناك تواصل من قبل الجهات، من قبل الجمعية المؤسسة، من قبل قطر الهلال الأحمر القطري، من قبل المراكز مع الجهات المختصة وعرض عليهم ملفات وعرض عليهم؟ في بعض الجهات تقوم بهذه المبادرات، أنا تعاملت وياها. نعم. يعني أنا مثلا أعطيت 5 دورات في الثقافة المالية لمين؟ لهيئة القصر، لأن هيئة القصر قاعد يتعاملون مع ماذا؟ قاعد يقول نفس الشيء. نعم. عندي أنا يتيم بيترشد وارث عنده ملايين. نعم. ملايين، الهيئة هي اللي قاعد تستثمر فلوسه. نعم. فهو في منطقة آمنة، بس يبلغ 18 سنة استلم مالك الهيئة تغسل يدها. نعم. وتقول هاك تفضل استلم، فجأة كانت تعطيه راتب مثلا مصروف جيب 3,000-4,000 ريال. فجأة الشاب يشوف في رصيده 8 مليون ريال وهو حر التصرف فيها وما عنده ثقافة مالية. نعم. أنت دخلته يعني في جحيم الثقافة الاستهلاكية. نعم. احنا نقول أكيد إن شاء الله أن توجد الحلول بخصوص خلنا نقول هذه القضايا وهذه المواضيع المهمة جدا صراحة في دولة قطر، ويتم أكيد تعاون خلنا نقول سواء بين المؤسسات أو الوزارات المسؤولة مع كذلك الجمعيات الخيرية في دولة قطر، لأن في الأخير اليوم يتم التركيز على سبيل المثال على القارمين. المعلومات موجودة عندكم وإن شاء الله أكيد أنكم مقصرين مع طبعا الجهات المسؤولة في خلق برامج جديدة فعلا يتم التقليل من هذه الظاهرة، من خلنا نقول أعداد القارمين في دولة قطر. يعني احنا كلنا نقول أكيد الله يحفظهم ويبعدهم إن شاء الله عن كل شر ومن كل شر يا رب العالمين، والله يكتب أجركم صراحة على الجهود اللي تقومون فيها، وجهودكم واضحة وملموسة صراحة سواء داخليا أو كذلك خارج دولة قطر. ونشكركم أكيد على تواجدكم وسموحة منكم، داهمنا وقت البرنامج ولا ودنا أن نتكلم عن هذا الموضوع، لأن الحديث عن هذا الموضوع يطول ويطول ويطول، وإن شاء الله نوصل بإذن الله إلى حلول. طبعا سيد حسين أمان العلي مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية في الهلال الأحمر القطري، نشكرك على تواجدك، وكذلك الشيخ خالد أبو موزة تربوي ومستشار أسري نشكرك على تواجدك معنا، والسيد محمد القامدي طبعا مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة بقطر الخيرية نشكرك على تواجدك معنا، والسيد سعد القانم ناشط في مجال العمل الخيري شكرا على تواجدكم شرفتونا، ونقول طبعا الله يكتب أجركم جميع على كل الأعمال اللي تقومون فيها على مدار العام أو خلال شهر رمضان المبارك. طبعا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم القبقة، إن شاء الله نشوفكم بكرة في حلقة جديدة وموضوع جديد. في أمان الله.